مكان في مكان في مكان مناسب. محمود عبد الرحمن يسدد لكن في حائط صد وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح الإمارات. محمود عبد الرحمن هل يسجل الهدف الثالث؟ سجل عن طريق ركلة جزاء في لقاء من اللقاءات الماضية. يتغرب تسديده، جول! الأهلي يبي الثلاث نقاط ولا غير الثلاث نقاط. الأهلي يسجل هدف الأول ويقترب من الثلاث نقاط في هذه المباراة. هدف في الدقيقة 14، هدف في الدقيقة 14. محمود عبد الرحمن وضعها في زاوية عبد الرحمن عبد الكريم، لكن الكرة شاهد معاي هنا التقدم، هنا وضعها يمينية راح معاها صح، لكن وين الكرة؟ داخل الشباك. شاهد التقدم، محمود عبد الرحمن تقدم وضعها قوية داخل الشباك. عبد الرحمن